النهاردة هيكون معانا 3 مهارات تقدر تبهر بيهم أصحابك وكل اللي بيشوفك في الملعب، والمهارات دي هتكون مفيدة جدا وهنتعلمها خطوة بخطوة مع بعض. ندخل على الانترو ونبدأ في الموضوع. السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم، معكم احمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا 3 مهارات جمال جدا هنشوفهم مع بعض، وكمان تقدر تتعلمهم وتنفذهم في الملعب بطريقه مميزه. والموضوع ده مش هياخد من وقتك كتير، انت كل اللي بتعمله انك بتفضي نفسك 10 دقائق يوميا تعمل فيه كل مهاره لمده شهر او اسبوعين، وهتلاقي النتيجه فعاله جدا معاك وانك بتعمل المهاره دي بكل سهوله. وطبعا يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس، ولو انت جديد عندي تشترك في القناه وتفعل زر الاشعار عشان يوصلك كل فيديو جديد. وندخل على اول مهاره، يلا بينا نشوف. في المهاره دي بتاخد الكره من داخل قدمك الى خارجها، وبتنط كانك هتعمل الربونه وتخبطها من الخلف بداخل قدمك وتسحبها على شكل في. انت ممكن تكون شايفها صعبه لكنها سهله جدا مع التعود، وتقدر تتعلمها بالطريقه دي لو اتبعت الخطوات. ودي مهارة رائعة جدا مع اتقانها، وتقدر بيها انك تدوخ خصمك، وكمان تقدر تراوغه بكل سهولة، وكمان هتديلك شكل رائع وانت بتعملها. بس اهم حاجة انك تنفذ الخطوات دي يوم بعد يوم عشان مستواك يتطور وتبقى جيد جدا في المهارة دي. وبعد ما تتقنها هتلاقي قدمك خدت عليها وتقدر انك تعملها لوحدك. وندخل دلوقتي على خطوات تعلم. الخطوة الاولى بتحرك الكرة من الداخل للخارج بالشكل ده لمدة بسيطة. الخطوة الثانية بتعمل الحركة دي من غير ما تلمس الكرة لمدة بسيطة، وبعد كده بتعملها وانت بتخبط الكرة بقدمك لحد ما تتأكد انها بتيجي معاك بالشكل الصحيح. الخطوة الثالثة تعمل الحركة دي كاملة ببطء الاول، وبعد كده هتسرعها واحدة واحدة تدريجيا لحد ما تتأكد انها جت معاك، بس اتمرن عليها يوميا عشان تكون متقنها صح. ندخل على تاني مهارة، يلا بينا نشوف. في المهارة دي هتسحب الكرة بالقدم في اتجاه قدمك الأخرى وتعكس اتجاهها بسرعة، ودي هتكون سهلة معاك بس محتاجة منك سرعة في تنفيذها. ودي مهارة من المهارات انك سهل تتعلمها في وقت قصير جدا، عشان هي فعالة لخداع الخصم ومروغته بسهولة، بس هي محتاجة انك تعملها بشكل سريع، وممكن تستخدمها قبل خط ال 18 انك تروغ الخصم وتسدد على طول، وممكن برضه تستخدمها على الاطراف وتعرض لزمايلك. المهم ان هي ليها استخدامات في عدة اماكن في الملعب. وندخل دلوقتي على خطوات التعلم، يلا بينا نشوف. الخطوة الأولى بتتعود على سحب الكرة بين أقدامك بالطريقة دي لمدة بسيطة. الخطوة الثانية بتتعود على ضرب الكرة بداخل قدمك بالطريقة دي لمدة بسيطة برضه. الخطوة الثالثة بتدمج الخطوتين وتبتدي تنفذها بالشكل البطيء، وتبتدي تسرعها واحدة واحدة تدريجيا.
ندخل على المهارة الثالثة، يلا بينا نشوف. هنا انت بتعمل مجموعة مهارات بقدمك وهوب بترفع الكرة من فوق الخصم اللي جاي عليك، بتستخدمها احيانا اما يكون اتنين داخلين عليك، واحد امامك وواحد بجانبك، والخصم طبعا مش هيكون متوقع انك هتعملها كده. المهارة دي من المهارات الاستعراضية، بس ما انصحكش تعملها غير وانت كسبان او مستريح مع فريقك او بتلعب ماتش خماسي، لان المهارة دي من المهارات ان انت بتخدع فيها الخصم وبتهينه بشكل غير مباشر، وهي فعلا اغلب استخدامها في الملاعب الخماسية لان هي بتدي لك شكل استعراضي وجميل، وما انصحكش انك تعملها وانت خسران. تمام، ما انصحكش تعملها وانت خسران. وندخل دلوقتي على خطوات التعلم، يلا بينا نشوف. الخطوة الأولى بتعمل المهارة دي أو أي مهارة تانية أنت متقنها، أهم حاجة إنك تعملها بسرعة وتنفذ خطواتها بالشكل الصحيح. الخطوة التانية أنت بتتعود إنك ترفع الكرة بالشكل ده، ولو صعب عليك بتتمرن عليها وأنت ماسك الكرة بإيدك وبترفعها لحد ما تتعود عليها، وبعد كده هتنفذها بالطريقة دي، وهتدمج الخطوات دي كلها في مجموعة واحدة وتتدرب عليها كتير عشان تقدر تنفذها في الملعب. وكده شباب انتهت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب، اراكم في تعليقات، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، سلام.